بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة السلام عليكم. عندنا هذه سيارة بيزا، هذه جماعة فيها مشكل تاع يسمع في التقربيع هنا في الروضة. درك الأخ هذا صرالو من قبل وشونج عليها، بدل الرومو مشابه هي مات، زاد سمع نفس المشكل، كيعود ماشي يسمع شغل تكتيك تاع رومو، حتى حتشوفي ولا هكا حاجة قاعدة تلغزم في بعضها هكا. انت تقول تاع موشوط كاردان ولا تقول ايرورمون ولا دوك. جماعه كي درنا فيريفيكاسيون في الروضه هذه، شوفوا المشكل وين لقيناه تاعو. هو لقيناه في الديسك دورو هذا، شوفوا دي معايا ديسك كيف حفا، لكن ما مضى من هنا دار الحاشيه، هاي ديسك كامل دار الحاشيه تاعو. والمشكل تاع التقربيع اللي كنا لقيناه يا جماعه، شوفوا معايا بلاكات، شوفوا وين كانت قاعده تفروتيرو، هاي ها تراساج تاعها وين. المشكل هذاك كامل يرجع للحاشيه هذه، للحاشيه تاع ديسك دورو، كيحفر عاد تقربع له هنا. برك احنا حابين نوليو الاخوه في هذا الموضوع. لقيت لي ديسك تاعك اخويا كيما كا مضاو، شوف تدي لي تورنار اسكو، لا كان مسح لا كان شافها مش مضعف ياسر تقدر تمسحهم وتركبها، لكن لقيتوهم ضعاف وصاي ما بقى فيهم حتى امل، لازم يتشونجاو يا اخويا. وان شاء الله تكونوا فهمتوني، والسلام عليكم ورحمه الله.